الجياد. ولو انت قاعد قدام شاشة قناة النادي الاهلي هيبقى النادي الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر، وعلى ايدك اليمين اصحاب الجياد النادي السكندري للكرة الطايرة الممتاز الف في الجولة ال11 لدوري الممتاز للسيدات. ومحدثكم دكتور مروان صالح يحييكم، ونبدأ اللقاء ويحكم هذا اللقاء الحكم ريهام طلعت والحكم الثاني ياسمين علي، وهنشوف تشكيل الفريقين امام حضراتكم ونقول لكم حالا دلوقتي كل فريق. على ايدك اليمين فريق ادي رقم 9 من النادي الاهلي شروق فؤاد، رقم 9 هتلعب الارسال معد الفريق. اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي اهو امام حضراتكم، وادي ادي اصحاب الجياد، وادي ضربه ساحقه ونقطه الاولى لاصحاب الجياد. 18 لاعبه النادي الاهلي علياء هاني، رقم 17 من الاهلي سلمى يوسف، والمعده شروق فؤاد، مريم ثابت رقم 6، مريم ثروت رقم 15، ايا الشامي رقم 1، ايا خالد 16، ومي غزال 14، سلمى يوسف 17، ديانا رئيس رقم 5 مركز 3، ورقم 2 ليبرو الفريق ندى وليد، ومريم الصغير رقم 3 ليبرو الفريق ايضا. وادي الارسال، وادي نقطه التعادل والارسال مع النادي الاهلي، ومي غزال واستقبال واعداد ومحاوله مره ثانيه من فريق اصحاب الجياد، ودفاع عن الملعب من لاعيبه النادي الاهلي ندى وليد، ونقطة التقدم لأصحاب الجياد، وسبعة على الإرسال منيرة خالد. هنقول لحضراتكم برضو تشكيل أصحاب الجياد، وضربة ساحقة من رقم 18 علياء هاني، ومحاولة كده دفاع عن الملعب ووحش، والتعادل للنادي الأهلي 2-2. الإرسال مع النادي الأهلي، سلمى 17 على الإرسال، سلمى بتلعب الإرسال وإرسال قوي ولكن خارج الملعب، ونقطة لأصحاب الجياد. ودي إرسال من أعلى وبيجي في الشبكة وبيرجع تاني، التعادل الأهلي 3-3 أصحاب الجياد. وعلى الإرسال ودي رقم 18 وإعداد من شروق، ضربة ساحقة من رقم 10 في النادي الأهلي مريم، أمام حضراتكم النادي الأهلي متقدم 4-3. الإرسال مع النادي الأهلي رقم 18 من النادي الأهلي علياء هاني، تلعب الإرسال من أعلى استقبال وإعداد، وأدي محاولة مرة تانية من النادي الأهلي للضرب الساحق، وفعلا بتجيب نقطة من مركز 4 ونقطة التقدم، وأدي رقم 10 في النادي الأهلي. زين العالمي بتلعب ارسال رقم 18 على الارسال علياء هاني، تلعب بالذراع الايسر، ودي مره ثانيه محاولات من فريق اصحاب الجياد السكندري. وهقول لحضراتكم تشكيل الجهازين بس لما نيجي واقفه كده، ودي ضربه ساحقه محاوله مره ثانيه رقم 5 من النادي الاهلي ديانا رئيس المحترفه الكوستاريكيه، وادي نقطة للنادي الأهلي والنتيجة 6-3 دبل سكور. ادي اهو بتلعب في الهجوم في مركز 3 ديانا رئيس، وادي على الإرسال لاعبة النادي الأهلي رقم 10 زينة رقم 18 علياء هاني، إرسال من أعلى استقبال، وادي مرة ثانية ومحاولة
وادي كده بالذراع الايسر من المعده الجميله شروق فؤاد اللي بتلعب بالذراع الايسر وبدات تستعيد رونقها ومستواها. على الارسال رقم 18 علياء هاني تلعب ارسال بالذراع الايسر، جميل الارسال وارسال قوي 7-3 الاهلي، ومحاوله صد كده سهل وبسيط وبيرجع الملعب اصحاب الجياد والنقطه استمنه 8-3 اهي. حائط صد زوجي شروق فؤاد وديانا رايس. على الارسال علياء هاني و8-3 فارق 8 نقاط للنادي الاهلي. الاهلي طبعا خبرات عديده والاهلي حاصل على 38 دوري، وادي نقطة للنادي الاهلي النقطة التاسعة اهو. لعب ارسال ساحق بذراع الايسر وبتيجي في الدفاع نادي اصحاب الجياد، والكابتن محمد ناصر المدير الفني طلب وقت مستقطع، وادي الكابتن حمدي الصافي اهو تعليماته للاعبات لزينة وديانا ريس وشروق فؤاد ادي الكابتن محمد ناصر مدير الفني لاصحاب الجيال ولاعباته. رقم 6 ليبرو الفريق نور هشام، وادي مريم محمود معده الفريق رقم 2، وادي علياء على الارسال رقم 18 من النادي الاهلي يحكم هذا اللقاء زي ما قلنا لحضراتكم. ريهام طلعت حكم اول، حكم ثاني ياسمين علي، وادي ريهام بتلعب وبتيجي في الشبكه محدش احسن من حد، نقطه لاصحاب الجياد. وادي طبعا الليبرو بتاع اصحاب الجياد بيخرج اللي هو رقم 6 اللي هي نور، وادي لاعبات اصحاب الجياد. اقول لحضراتكم رقم 5 بنصي عادل دي تحت 18 سنه تلعب في مركز 3، وادي ده محاوله ثانيه من النادي الاهلي ونقطه للنادي الاهلي النقطه اهي النقطة العشرة اهي. بص طالعة ده رقم 10 زينة العالمي، ده الواعد القادم ان شاء الله هي ومي غزال. كابتن حمدي الصافي بيدفع بلاعبات ذات مستوى عالي من قطاع الناشئين عشان يمثلوا او يحلوا او تجديد الفريق السيدات في النادي الاهلي. ادي النادي اصحاب الجياد يرأس جهاز الفني لاصحاب الجياد الدكتوره ناديه رشوان الاستاذ بكليه التربيه الرياضيه وعضو مجلس الاداره السابق لاتحاد الكره الطايره في مجلس او اللجنه اللي كانت برئاسه المهندس سامح حمدي. وادي الارسال وادي النقطه 11 رئيس على الارسال رقم 5، رئيس بتلعب الارسال من اعلى المحترفه الكوستاريكيه واستقبال واعداد، ولكن في خطا شبكه وفي النقطه برضو جت لصالح النادي الاهلي والنقطه 12 اهي لمست الشبكه والنقطه اصلا للنادي الاهلي. 12 الاهلي 5 اصحاب الجياد. ارسال من اعلى رقم 5 رايس من الاهلي المحترفه الكوستاريكيه، وادي ارسال وادي دفاع عن الملعب من زينه من علياء هاني ولكن خارج الملعب، ونقطه النادي اصحاب الجياد النقطه السابعه. اتناشر 6-12 وعلى الارسال رقم 15 من ميادة خليفة ميدو رقم 15 كابتن الفريق في نادي اصحاب الجياد، وادي نقطة للنادي الاهلي النقطة 13 الاهلي 6 اصحاب الجياد اهي طلعة وبتضرب رقم 10 زينة العالمي من مركز 3، وادي رقم 11 نزلت رخرة من النادي الاهلي سارة امين رقم 11 7-13 والارسال مع اصحاب الجياد. رقم 1 على الارسال فاطمة الزهراء تلعب ارسال من اعلى والشروق وضربة ساحقة من مركز 3 ل 17 لاعبة النادي الاهلي في مركز 3 سريع سلمى يوسف، لاعبة دي بيعدوها عشان تحل او عشان تكون نجم جديد او لاعبة جديدة في مركز 3 سلمى يوسف. وادي محاولة مرة تانية من لاعبات النادي الاهلي، وادي ضربة كده مردودة من اصحاب الجياد او لعبة يعني جت من فوق الشبكة ونقطة للاصحاب الجياد.
8 اصحاب الغياب، 14 الاهلي. قلنا ان دي المجموعه الاولى اللي دوري الممتاز لكره ايطاليا، في تغيير 20 تغييرين في اصحاب الغياب، 7 مكان 17. ادي 7 اللي هي نيره خالد، 17 اللي هي جنى حسام هتلعب على الارسال، رقم 20 نزلت في اللي هي سما عزت. وادي الارسال مع رقم 17 من النادي الاهلي، جنى حسام هتلعب ارسال من اعلى، استقبال سلمى يوسف، سارة امين، ضربة ساحقة من زينة العلبي، ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 15، 15 الاهلي، 8 لي اصحاب الغياب، 10 على 10 يا زينة. سلمى يوسف على الارسال رقم 17، تلعب ارسال ولكن ارسال قوي وخارج الملعب، ونقطة لاصحاب الغياب. النقطة التاسعة، 9 اصحاب الغياب، 15 الاهلي. كابتن حمدي الصافي وجهازه الفني، كابتن ياسر صلاح، احمد عبد الفتاح مدرب، ايهاب حسن مدير اداري، رانيا عبد العزيز مخطط احمال، وليد عصمت اداري، هدير وحيد طبيب، منا عادل توفيق علاج طبيعي، شريهان سامح، كابتن شريهان سامح محلل تقني. وادي نقطه للنادي الاهلي، النقطه 16 اهي، طالعه رايس بتضرب من مركز 3 سريع وبتجيب النقطة 16 للنادي الأهلي. وعلى الإرسال اللاعبة رقم 18 علياء هاني. علياء بتلعب إرسال قوي ومحاولة من دفاع أجياد وإعداد ونقل الكرة إلى ملعب النادي الأهلي، ورايس بتضرب، برافو يا رايس، بتيجي في دفاع نادي أصحاب الجياد وتبقى خارج الملعب، أهي طالعة وضربة من مركز 4 مركز 2، والنقطة رقم 17 للنادي الأهلي، 17 الأهلي، 9 لأصحاب الجياد. وأدي ضرب إرسال قوي بالذراع الأيسر لعلياء هاني ومحاولة للدفاع عن الملعب من ندى وليد، ولكن ما وصلتش في التوقيت المناسب، ونقطة لأصحاب الجياد. أهي محاولة من ندى وليد، ليبرو الفريق رقم 2، والارسال مع اصحاب الجياد، ارسال من اعلى واستقبال مره ثانيه، رايس بتضرب وكل مره بتطلع فيها رايس يعني معدود لها كوره كده ولا احسن ولا اروع من شروق فؤاد، وبتجيب نقطه، النقطه 18، الاهلي 18، 10 اصحاب الجياد. وعلى الارسال رقم 10 زينة العالم تلعب إرسال من أعلى، زينة استقبال وإعداد ومحاولة للدفاع للملعب من زينة وادي ضربة ساحقة ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 19. أهي طالعة رقم 11 سارة أمين وبتجيب النقطة رقم 11، وقت مستقطع طلبه الكابتن محمد ناصر المدير الفني لنادي اصحاب الجياد، وامامه اللاعبات اهو، وطبعا وقت مستقطع مدته 30 ثانية. ادي سياده الوزير النائب عال عمري فاروق طبعا بيحضر المباراه امام حضراتكم اهو، ومعاه طبعا الكابتن خالد العوضي المدير النشاط الرياضي اعتقد. استقبال من اصحاب الجياد ومحاوله مره ثانيه، وادي حائط صد من المحترفه من بورتوريكو ديانا رايس رقم 5. وهذه نقطة للنادي الأهلي، وهذه 19 الأهلي، 10 أصحاب الجياد، إرسال من أعلى مرة تانية ومحاولة من لاعبات النادي الأهلي لتوسيع الفارق، والنقطة 20 الأهلي، 20، 11 أصحاب الجياد. وادي شروق فؤاد بتتكلم مع الحكم الثاني عايزه تعرف الخطا فين، تغيير لاصحاب الجياد، 7 مكان 17، 7 اللي هي نيره خالد،
17 اللي هي جانا حسام. عشرين النادي الاهلي، 11 اصحاب الغياب، رقم 20 على الارسال. سامة عزت هتلعب ارسال واستقبال من ندى وليد، اعداد من سارة امين وضرب خلفي من 10 زين العلمي، ومحاولة مرة تانية ودي خارج الملعب، والنقطة رقم 21 للنادي الاهلي. الارسال مع رئيس، الارسال مع رئيس رقم 5 المحترفة من بورتوريكو. ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة بتعدي الكرة كده المعدة لفريق اصحاب الجياد، وبتلعب في النقطة الفاضية او المكان الفاضي اهي، وبتجيب نقطة لاصحاب الجياد. 12 لاصحاب الجياد، 21 الاهلي. استقبال من النادي الاهلي، اعداد شروق هناك في مركز 4 لسارة امين رقم 11، ومحاولة وادي اعداد مرة تانية. شروق فؤاد وسارة بتضرب، يا سارة 10 على 10، تسلم ايديك يا سارة. نقطة 22 شروق فؤاد على الارسال، وادي نقطة للنادي الاهلي، خطأ في الاستقبال، ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 23. النقطة 23، الاهلي يتقدم في الشوط الاول في مباراة الكرة الطايرة في الاسبوع ال 11 في المجموعة. اقول لحضراتكم الماتشات والمجموعة والنتائج والترتيبات. أربعة وعشرين نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي، 24-12. محاولة مرة تانية دي شيرو، وضرب سريع في مركز 3 من 17 سلمى يوسف، وبتجيب النقطة 25، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي 25-12. وإلى فاصل ما بين الشوطين الأول والثاني، ونعود لحضراتكم مرة تانية. مع حضراتكم في الشوط الثاني لكرة الطايرة سيدات للدوري الممتاز ألف والجولة 11، ومباراة النادي الأهلي وأصحاب الجياد في مجموعة الأولى في مباراة الكرة الطايرة، والمذاعة لحضراتكم من قناة من صالة الشهداء بفرع الجزيرة بالنادي الأهلي. وعلى إيدك اليمين هيبقى فريق النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى إيدك اليسار فريق نادي أصحاب الجياد بزيه الأخضر. ودي أول نقطة للنادي الأهلي في الشوط الثاني، والأهلي خد الشوط الأول 25-12. وعلى إيدك واليمين فريق أصحاب الجياد زي ما قلنا، والتقدم للنادي الأهلي. وعلى الإرسال شروق فؤاد رقم 9. هنقول لحضراتكم التشكيل مرة تانية للاعبات النادي الأهلي. شروق فؤاد رقم 9، علياء هاني رقم 18، 11 سارة أمين، 17 سالمة يوسف، ليبرو الفريق ندى وليد. وادي محاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب من ندى، وادي 10 زينة العالمي، ولكن بتيجي في الشبكة يا زينة. 1-1 أصحاب الجياد على إيدك اليسار بزيه الأخضر، لاعبات رقم 9 اللي هي سميرة سليم، ورقم 2 مريم محمود، ودي رقم 1 فاطمة الزهراء. وادي بتلعب إرسال فاطمة، استقبال من النادي الأهلي، وادي المي غزال، الغزال بتاع النادي الأهلي الجديد، اللاعبة رقم 14 اللي كانت من عناصر الفوز على نادي الزمالك في مباراة الكرة الطايرة اللي كانت في صالة الشهداء في جولة التاسعة، واللي كانت مؤجلة من الجولة الثانية. وادي 2 الأهلي، 1 أصحاب الجياد. وادي حائط صد مي غزالة اهي، دفع بها الكابتن
حمدي الصافي في الشوط الثاني. وادي ارسال مع رقم 11 ساره امين، 11 على الارسال. ساره بتلعب ارسال من اعلى استقبال، وادي محاوله كده من ساره امين، وادي زينه بتضرب من مركز اربعه وبتجيب نقطه رقم اربعه. اهي مركز اربعه وزينه رقم 10 بتضرب وبتجيب نقطه رقم اربعه. تسلم ايديكي يا زينه. ورقم 11 ساره على الارسال، ارسال من اعلى واستقبال، وادي محاوله من سلمى يوسف، وهتطلع زينه برضو وكره، لكن الكره بتيجي في ايد ساره وتبقى نقطه للنادي اهو امام حضراتكم، نقطه للنادي اصحاب دياب. رفعه شروق رفعت الكره، ولكن الكره جت يعني في منطقه حساسه وصعبه على ساره، فجت نقطه على النادي الاهلي. استقبال من النادي الاهلي وحش، استقبال وحش من ساره، ونقطه النقطة الثالثة. ثلاثة أصحاب الجياد، أربعة النادي الأهلي. الحكم الثاني بتعدل الشبكة ياسمين علي. ودي محاولة كده من لاعبات أصحاب الجياد والنادي الأهلي، وإعداد هناك كده وبتلعب الكرة صوابع، بتعدي الكرة الملعب الثاني، والكرة خارج لا داخل الملعب، ونقطة لأصحاب الجياد. نقطة لعبتها أهي هنشوفها. على الارسال لاعبة نادي اصحاب الجياد رقم 9 سميرة سليم. سميرة على الارسال بتلعب بالذراع الايسر، اهي سميرة اعداد من خلفي، ومحاولة مرة تانية من مي غزال، واعداد هناك تاني في مركز اربعة زينة العالمي، ومرة تانية وفي خطأ شبكة على زينة العالمي، بتستفسر من الحكم التاني ياسمين، وبتقول لها في ايه، وفرحت شروق تستبصر منها، شروق فؤاد هل في حاجه في الشبكه اهي. الارسال مع سميره، استقبال النادي الاهلي، وضربه ساحقه سريعه من سلمى يوسف، وبيجيب النقطه الخامسه، ويتقدم النادي الاهلي خمسه، ويتعادل النادي الاهلي خمسه خمسه. اهو طالعه سلمى من مركز ثلاثه على الارسال رقم 17 من النادي الاهلي. سلمى يوسف وبتضرب وخارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي النقطة الستة. النقطة الستة، وسلمى راح على الارسال. ارسال سلمى يوسف. ارسال من اعلى استقبال، اعداد وضرب ساحق ومحاولة ولكن خارج الملعب، وتاتش بلوك، ونقطة التعادل 6-6. الارسال مع نادي اصحاب الجياد، ادي سلمى طبعا بينزل الليبرو، بتبقى فيه تغييرات وعالية هاني بره، ده تغيير او طريقة لعب. خارج الملعب، ارسال خارج الملعب، والنقطة السابعة للنادي الاهلي. طبعا الاهلي بيتصدر مجموعته برصيد 30 نقطة، فاز في 11 مباراة وهزم في مباراة واحدة. بيجي معاه في نفس الترتيب النادي الاهلي، نادي الزمالك بنفس النقاط. عفوا. اهي حائط صد من لاعبات النادي الاهلي، وتبقى خارج الملعب، ونقطة التعادل لوادي حوار كده ثلاثي على دقة البدلاء بين اللاعبات سلمى يوسف وعلياء هاني، وهذا استقبال وحش والتقدم للنادي اصحاب الجياد. النقطة الثامنة. يجي المركز الثالث وادي دجلة 24 نقطة، الزهور المركز الرابع 17 نقطة، هليوبلس المركز الخامس 15 نقطة، السادس الاتحاد بسبع نقاط، اصحاب الجياد في المركز السابع برصيد خمس نقاط. لعب 11 مباراة، فاز في مباراة واحدة فقط وخسارة مباراتين 3-2، ففي كل واحدة خد نقطتين، من نقطة لنقطة يبقى نقطتين، وثلاثة يبقى خمس نقاط. 6 أكتوبر الأخير في المركز الثامن برصيد 4 نقاط. نقطة للنادي الأهلي، 8 الأهلي، 9 لأصحاب الجياد.
طبعا الصورة هي للكابتن نهلة. عفوا كابتن نهلة سامح كابتن الفريق واخت الكابتن شريهان سامح المحلل التقني، عيلة رياضية كلها في الكرة الطايرة. طبعا لو اتكلمنا على العائلات الرياضية في الكرة الطايرة عائلات عديدة وكبيرة وكلهم آباء وأحفاد وأبناء. وادي نقطة التعادل للنادي الأهلي أهو ارسال، وادي شروق فؤاد وبتلعب لسارة أمين رقم 11 واللي بتجيب نقطة التعادل 9-9. ادي لوحة التسجيل هيثم المراكبي وزملائه. وادي مرة تانية ومحاولة، وادي ضرب ساحق ولكن لعبتها بليسنج كده فوق حائط الصد، لعبة كده خبيثة من فوق حائط الصد. دايما بتتلعب من الضارب لما يكون حاسس ان اللي حاط الصد مش مركز فبيلعبها له فوق. عفوا فوق حاط الصد. النقطة العاشرة لنادي اصحاب الجياد. ادي سيادة الوزير عمرو الفاروق وجنبه اللي هو علاء نائب مدير النادي ومدير فرع الجزيرة. وادي مرة تانية، وادي ارسال، وادي سارة امين وضربة ساحقة ومحاولة مرة تانية ونقطة للنادي الاهلي، نقطة التعادل. عفوا رئيس على الارسال رقم 5، ارسال من اعلى، استقبال رقم 2 من اصحاب الجياد وضربه ساحقه خير نقطه في الملعب ان 12 اصحاب الجياد 10 النادي الاهلي. والارسال مع اصحاب الجياد امام حضراتكم. محاوله مره ثانيه وخارج الملعب، ارسال خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. بيقام النهاردة في المجموعة دي مباريات المجموعة الأولى، الزهور مع الاتحاد السكندري، وادي دجلة مع هليوبلس، الزمالك مع 6 أكتوبر تم تأجيله عشان في لاعيبة في منتخب الشاطئية اللي وصل إلى المباراة النهائية للكرة الطايرة الشاطئية. الأهلي وأصحاب الجياد وسبورتنج وسموحة مؤجل برضه عشان في لاعيبة من أو لعيبة من سموحة، ديلفي مع الشمس، والمعادي مع الجزيرة والطيران مع الصين. راح يا ابني عدي بس بالراحة. الإرسال مع نادي أصحاب الجياد رقم 1. عفوا 17 سلمى يوسف بيجيب النقطة، رقم 11 للنادي الأهلي. هي طالعة سريع من مركز 3. إرسال من النادي الأهلي، مي غزال بتعد الكورة وبتعدي 10 زين العالمي. عفوا ونقطة لنادي أصحاب الجياد النقطة 13. الكرة رجعت من حائط الصد، محاولة من ندى وليد وبتلعب الكرة ولكن نقطة للنادي أصحاب الجياد. إرسال استقبال للنادي الأهلي، وادي زينة العالمي بتضرب من مركز أربعة رقم 10 ومحاولة. زينة اهي طالعة وضربة، وادي نقطة لأصحاب الجياد النقطة 15-12. وقت مستقطع طلبه الكابتن حمدي الصافي طبعا اكيد. عفوا والنتيجه تقدم نادي اصحاب الجياد 15 والنادي الاهلي 12، وتم انتهى الوقت المستقطع لطلبه الكابتن حمدي الصافي.
وادي احتياط النادي الاهلي ومعاهم طبعا كابتن نهله سامح المحلل التقني فاتحه الكمبيوتر بتاعها وبتعمل التحليل للفرقه. وادي سمير على الارسال من اصحاب الجياد. استقبال النادي الاهلي ونهل وزين العالمي من مركز اربعه وبتضرب ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي ندى وليد. مي غزال واعداد خلفي ومي بتضرب يا ولد يا مي غزال يا غزال. نقطه للنادي الاهلي نقطه 13. مي غزال اهي طالعه وبتجيب الكوره يعني بالمقاس من مركز اثنين وبتجيب النقطه 13 للنادي الاهلي. وسلمى يوسف على الارسال رقم 17. سلمى على الارسال هتلعب ارسال من اعلى. سلمى استقبال اعداد مره ثانيه خارج الملعب من اصحاب الجياد ونقطه 14 للنادي الاهلي 14 15 اهي. عفوا سلمى يوسف على الارسال النادي الاهلي هيتصد من النادي الاهلي مره ثانيه دفاع عن الملعب طبعا النبر مش موجود في لعب النادي الاهلي. وادي ضربه ساحقه من مي غزال فهي رقم 14 وبتجيب نقطه التعادل 15 15. الاهلي 15 اصحاب الجياد 15 في الشوط الثاني. الكره الطايره للدوري الممتاز لسيدات الجوله 11 والاهلي يتصدر مجموعته 30 نقطه. وقت مستقطع طلبوا اصحاب الجياد اكيد كابتن محمد ناصر ومعاه رئيس الجهاز دكتوره ناديه رشوان بيحاولوا اعاده الترتيب. اهو حمد الصافي ولاعيباته اهو في بعض التعليمات. انتهى الوقت المستقطع امام حضراتكم اهو كابتن محمد ناصر ومعاونه المدرب العام حسن حامد والناحيه الثانيه كابتن حمدي الصافي المدير الفني ومعاه احمد عبد الفتاح. وادي سلمى يوسف 17 على الارسال هتلعب ارسال من اعلى. استقبال واعداد ومحاوله كده ونقطه لنادي اصحاب الجياد تاتش لوك او يعني ضربة ساحقة وجت في ملعب النادي الأهلي وتبقى نقطة لأصحاب الجياد وجت في حائط الصد. وادي نقطة استقبال وإعداد وترقب وحذر من النادي الأهلي لاستقبال الكرة أو الإرسال القادم من أصحاب الجياد رقم 11 من أصحاب الجياد جانا سالم. إرسال استقبال واو بتلعب ريس الكرة من مركز ثلاثة سريعة المحترفة من بورتوريكو وبتجيب الكرة اهي وضربة ساحقة ريس وبتجيب نقطة التعادل 16 16. وعلى الإرسال مي غزال رقم 14 الفارس الواعد الجديد لفريق كرة الطايرة سيدات بالنادي الأهلي. وادي اهي محاولة مرة ثانية وحائط صد ولكن خارج الملعب. عفوا وادي اهي حائط الصد اهو امام حضراتكم بتبقى خارج الملعب ونقطه للنادي اصحاب الجياد. خمسه على الارسال البنصي عادل استقبال النادي الاهلي ومحاوله من لاعبات النادي الاهلي من رقم 15 اللي ينزلها الكابتن حمدي الصافي. مريم ثروت اهي وكان في استقبال من شروق. ارسال من استقبال النادي الاهلي رقم 8 نهله سامح نزلت اهي كابتن الفريق بس خطا كده معلش 18 اصحاب الجياد 16 الاهلي. نهله الارسال مع اصحاب الجياد ارسال من اعلى مع الوزن استقبال النادي الاهلي
الاهلي. وادي زين العالمي بتضرب من مركز 4 ونقطه للنادي الاهلي وتاتش بلوك. 16 الاهلي، 17 الاهلي، 19 اصحاب الجياد. الارسال مع النادي الاهلي رقم 10 زينة، ارسال من اعلى، استقبال، محاولة من لاعبات الاهلي الوصول او الادراك التعادل. ودمي غزال تلعب ارسال بتشوط ضربة ساحقة خلفية ونقطة للنادي الاهلي، نقطة 18. 18 الاهلي، 19 اصحاب الجياد. والارسال مع النادي الاهلي، الاهلى، ولكن ارسال ما بيوصلش، يبقى نقطه لاصحاب الجياد، النقطه 20. 18 اصحاب 18 الاهلي، 20 اصحاب الجياد. استقبال واعداد ضربه ساحقه من رئيس رقم 5 المحترفة بورتريكو مرة تانية، المحاولة ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 19. رايحة على الإرسال رقم 15 مريم ثروت، لا 16 كابتن آية خالد. آية خالد بتلعب ارسال من اعلى، ودي خارج الملعب ونقطه التعادل 20-20. طبعا هو الكابتن حمدي الصافي عمال ينزل لاعبات ويغير ويبدل عشان طبعا عايز يجرب كل اللاعبات. عفوا، اي خالد عبد السلام، ما زالت عبد السلام 20-20 الاهلي واصحاب الجياد. كره الطايره جوله 11، صاله الشهداء بفرع الاهلي بفرع الجزيره. وادي آية خالد بتلعب ارسال، ولكن ارسال قوي شويه خارج الملعب. واحد وعشرين اصحاب الجياد، 20 النادي الاهلي. كابتن حمدي الصافي طبعا عايز ياخد الجيم ده عشان يبقى اثنين لا شيء، شوطين مقابل لا شيء، عشان يبقى فاضل شوط واحد يقدر يخلص المباراه. محاولة من لاعبات النادي الاهلي اهو، اعداد خلفي، ومي غزال بتضرب، ولكن ضرب خلفي طبعا غير الضرب الامامي، حائط صد وخارج الملعب، والنقطة 22 لاصحاب الجياد. ارسال من اعلى، استقبال، وادي محاولة كده من مريم ثروت معد الفريق الثاني، تلعب الكرة كده بليسنج بدل ما تعد للضارب، لا بتلعبها، ودي لعبة فنية او ناحية تكتيكية، دايما المعد دايما بيلعبها، وكل المعدين مصر او يعني كل المعدين على مستوى الكرة الطايرة بيلعبوها على اساس ان هم ياخدوا بيها نقطة. فعلا خدت نقطة، 21 الاهلي و22 اصحاب الجياد. وادي نادى وليد وصلت متأخرة، مش عايزين نلجا لشوط تاني رابع اقصد، يعني النتيجه 23-21. الارسال مع اصحاب الجياد، 21 الاهلي، 23 اصحاب الجياد. والارسال من اعلى مع رقم 1 من اصحاب الجياد فاطمه، وادي ضربه ساحقه من سلمى يوسف خلصت الكلام كله. 22 الاهلي، 23 اهي، بتعد الكره مريم ثروت وبتضرب سريع، لازم يبقى في سريع من ثلاثات، ولازم يبقى اللعب على الاطراف عشان نقدر نخلص الجيم. واعداد خلفي ومحاوله، ولكن نقطه لاصحاب الجياد، النقطه 24. 24 اصحاب الجياد، الاهلي 22 اهي، حاط الصد اللي طلع زين العالمي وسلمى يوسف، ما كانش فيه تغطية على حائط الصد، لأن الكرة حتى لو نزلت الملعب أو خرجت بره هتبقى على
نقطة على الفريق أو آخر لاعب أو آخر لاعبة لمست الكورة بتبقى علينا. إرسال بالذراع الأيسر استقبال مريم بتعد مي غزال يا 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 مية مية تسلم إيديك يا مي. نقطة 23 مي غزال أهي طالعة. بص لما بتطلع وبتضرب من المركز الأمامي لازم تجيبها نقطة. كرة طالعة بالمقاس من إيد مريم ثروت. تسلم ايديكي يا مريم وتسلم ايديكي يا مي يا غزال يا غزال الاهلي الجديد في الكره الطايره للسيدات. الارسال مع سلمى يوسف واستقبال محاوله مره ثانيه ونحاسب النقطه دي ونقطه التعادل 24-24. برافو لاعبات النادي الاهلي. دي لو كانت ضاعت كانت هتبقى جيم، انما كده التعادل يبقى قدامنا الفرصه نلعب وناخد نقطتين ونفوز بالجيم. سلمى يوسف على الارسال وقت مستقطع طلبه اكيد الكابتن محمد ناصر المدير الفني لنادي اصحاب الجياد، وطبعا الكابتن حمدي الصافي اكيد هيشوف ايه اللي بيتم اهو امام حضراتكم واللاعبات بتاعه النادي الاهلي طبعا بيحمسوا بعض. وادي امام حضراتكم ترابيزه التسجيل عليها الكابتن مجدي حافظ رئيس لجنه الحكام قاعد مع هيثم المراكبي والحكام المسجلين. وادي انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن محمد ناصر. اكيد الحكم الثاني ياسمين هتقول له ده الثاني هي شاورت زي ما انا قلت لحضرتك حضراتكم وشاورت ليه. والارسال مع النادي الاهلي سلمى يوسف يلا يا سلمى. والتعادل في الشوط الثاني، اما الشوط الاولاني خلص لصالح الاهلي 25-13 يعني ما كانش فيه مستوى خالص، كان فيه 13 نقطه فارق. والارسال وادي محاوله مره ثانيه وهقعد صد ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 25 للاهلي 24 اهو هقعد صد زاويه مظبوطه من مي غزال وآية خالد وبيجيبوا النقطه 25. الارسال مع النادي الاهلي سلمى يوسف 17 على الارسال. ارسال من اعلى استقبال ومحاوله من النادي الاهلي اهو هيعدي الكوره كده بجر مره ثانيه. يلا يا بنات لعبت الكوره مرتين دبل سكور او دبل بيقولوا عليها دبل والنقطه 26 و26 للنادي الاهلي. مش عارفين الحكمه حسبتها ايه. كابتن نهله ريهام طلعت اهي اهي بص ادي مره شاطت وبعدين لعبتها تاني فبيبقى خطا عليها يبقى هو شاوره الحكم اهي لعبتها 25 25. نقطه للنادي الاهلي النقطه 26. الاهلي متقدم 26 25 اصحاب الجياد. ومي غزال على الارسال يلا يا مي هاتلنا نقطه ايس كده ونخلص من الشوط ده. مي غزال بتلعب الارسال قوي واستقبال ومحاوله مره ثانيه وفي دفاع عن الملعب من مي. برافو يا مي يلا يا زينه يلا يا زينه مره ثانيه في دفاع عن الملعب نخلي بالنا نخلي بالنا. برافو 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 برافو. نقطه للنادي الاهلي والنقطه 27 وينتهي هذا الشوط 27-25 للنادي الاهلي. اهي طلعت مريم ثروت ولعبت الكوره كده فوق حاط فريقي النادي الاهلي ونادي اصحاب الجياد في الجوله 11 من دوري الكره الطايره الممتاز الف للسيدات والمقامه بصاله الشهداء بفرع الجزيره بالنادي الاهلي. والاهلي متقدم في الشوط الاول 25-12 والشوط الثاني 27-25. وامام حضراتكم هيبقى النادي الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر وعلى ايدك اليمين فريق اصحاب الجياد بزيه الاخضر. وادي لاعبات النادي الاهلي ومريم ثروت على الارسال رقم 15 بعده الفريق. وادي ارسال من مي استقبال واستقبال مش حلو من اصحاب الجياد والنتيجه تقدم النادي الاهلي 1 لا شيء نادي اصحاب الجياد. ادي لاعبات النادي الاهلي امام حضراتكم مريم ثروت رقم 15 وسلمى يوسف رقم 17 ومي غزال رقم 14
وادي مريم ثروت، وادي مي غزال، ومره ثانيه والنقطه وحقت صد كده من نادي اصحاب الجياد، ولكن النقطه اهي طالعه ومعده. ادي نهله سامح، وادي مي غزال بتضرب وبتيجي في حائط الصد وتنزل ملعب اصحاب الجياد، وتبقى نقطه للنادي الاهلي النقطه الثانيه. الارسال مع مريم ثروت، استقبال مره ثانيه ومحاوله وارسال ايس، وبيجيب النقطه الثالثه. الاهلي متقدم 3 لا شيء اصحاب الجياد. اهي اهي في الاعاده امام حضراتكم، ادي لاعبات النادي الاهلي المنطقه الاماميه، وادي مريم ثروت رقم 15 على الارسال. ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد، وادي اعداد خلفي وحائط صد وحش كده، وادي النقطه الثالثه للنادي الاهلي. الاهلي فاز بالشوطين الاول والثاني. الاهلي صائد البطولات 38 دوري، 35 كاس، 8 افريقيا، 8 وصيف افريقيا، انجازات عربيه، 8 بطولات. 4 لا شيء للنادي الاهلي. هذه النقطه الخامسه. 5 النادي الاهلي، اصحاب الجياد لا شيء. وقت مستقطع طلبه الكابتن محمد ناصر المدير الفني لنادي اصحاب الجياد. طبعا بعد 5 نقاط، هو كان الشوط اللي فات كان ماشي نقطة نقطة لحد ما وصلت 27-25 فاز بيها النادي الاهلي في الشوط الثاني. يحكم هذا اللقاء ريهام طلعت ومعاونه ياسمين علي، وادي امام حضراتكم هذه النتيجة على اللوحة بتاعت صالة الشهداء. نزلت لاعبات النادي الاهلي ارض الملعب، وادي نهلة سامح تشكيل النادي الاهلي في الشوط الثالث. نهلة سامح، وادي معاه مريم ثروت، وندى وليد، وسلمى يوسف، ومي غزال، وديانا ريس رقم 5 المحترفة من بورتوريكو. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد مرة تانية ومحاولة، ونقطة للنادي الاهلي النقطة رقم 6. نزلت اللاعبة رقم 3 من النادي الاهلي الليبرو الفريق مكان ندى وليد، مريم الصغير. طبعا هو كابتن حمدي الصافي عايز يلعب كل اللاعبات، لما بيلاقي المباراة سهلة وماشية بيشرك جميع اللاعبات عشان تاخد التجربة وتاخد الإحساس بالمباريات الرسمية. وادي النقطة السابعة للنادي الأهلي. الإرسال، وادي محاولة كده أهي. 7 الأهلي لا شيء أصحاب الجياد. ادي مي غزال، وادي سلمى يوسف، الخط الأمامي والهجومي للنادي الأهلي. استقبال، وادي طالعه كده سلمى يوسف بتستقبل الكوره فوق حافه العليا للشبكه وترجع الكوره لملعب اصحاب الجياد وتجيب نقطه اهي. اسرع من المهاجم باصحاب الجياد سلمى، وبتجيب النقطه الثامنه. 8 الاهلي لا شيء اصحاب الجياد. الشكل اتغير خالص في الشوط الثالث. محاوله مره ثانيه من النادي الاهلي. مريم ثروت بترفع هناك كده في مركز 4 لزين العالمي، واللي بتجيب النقطة التاسعة. النادي الأهلي 9، تسلم إيديكي يا زينة. وعلى الإرسال مريم ثروت رقم 15. مريم ثروت، وأدي الاستقبال، وأدي محاولة نقطة مرة تانية، وطلع مي غزال وبيجيب خارج الملعب مي. فكده الإرسال هيبقى مع النادي أصحاب الجياد، 1 أصحاب الجياد، 9 النادي الأهلي. أهي مريم ثروت أهي اللي كانت بتلعب إرسال وجابت النقطة الأخيرة. وأدي محاولة من دفاع النادي الأهلي من الليبرو مريم الصغير، ولكن خارج الملعب. معلش المرة دي ده كورة، يبقى 2 أصحاب الجياد، 9 النادي الأهلي. والإرسال مع نادي أصحاب الجياد رقم 1 هي فاطمة الزهراء، تلعب في مركز 3. كابتن محمد ناصر طبعا شكله باين عليه، طبعا النتيجة 9-2، 2-0 في الأشواط. إرسال من أعلى، استقبال، اعداد من سلمى، ومحاولة تعدية الكرة مرة تانية. الكرة كده بتتلعب كده، ولكن في خطأ
بتحتسب الحكم ريهام طلعت خطأ اهي على في اعتراض من لاعبات النادي اصحاب الجيال وهي بتفسر لهم الخطأ، خطأ على الشبكة. والنقطة العشرة، الاهلي 10-2 اصحاب الجيال. والارسال مع زينة العالمي رقم 10، بتلعب الارسال من اعلى، استقبال، اعداد، حائط صد من النادي الاهلي، بيرجع كرة ولكن مفيش يا جماعة نغطي على حائط الصد ده، كرة سهلة يعني. اهي ادي حائط الصد اهو طالع، الكرة كانت سهلة يعني، كان ممكن اي حد لو قريب كان لحقها. ثلاثة اصحاب الجياد، 10 النادي الاهلي، استقبال النادي الاهلي، اعداد، وضربة ساحقة من نهلة سامح من مركز 4 كابتن الفريق، وبتجيب النقطة 11 اهي. بص طالعة وضربة وراكبة الكورة وبتجيب نقطة 11 للنادي الاهلي، 11 الاهلي، 3 اصحاب الجياد. وسلمى يوسف على الارسال رقم 17، ارسال من اعلى خارج الملعب يا سلمى، كف ايدينا شوية. فارسال مع اصحاب الجياد، 4 اصحاب الجياد، 11 الاهلي، لعيبة رقم 11 من اصحاب الجياد جانا سالم. استقبال النادي الاهلي ومريم ثروت وبتلعب الكورة ولكن في خطأ على النادي الاهلي، لاعب خلفي تلعب اعلى من الحافه العليا للشبكه اهي اهي، ولعبت الكره اهي اللي هي المفروض مريم صار. 5 اصحاب الجياد، 11 النادي الاهلي، خارج الملعب والنقطه 12، 12 الاهلي، اصحاب الجياد 5. ادي ايه خالد، مريم ثروت، شروق فؤاد، دول ثلاثي الاهلي اهو الخط الامامي. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وادي محاوله من لاعبات النهله سامح، مريم ثروت بتضرب وضرب خلفي من زينه العالمي وبتجيب النقطه 13. تسلم ايديكي يا زينه. 13 النادي الاهلي، 5 وهي ضربه يعني ضربه ولا اروع ولا احسن من كده، زي ما الكتاب بيقول الخطوات التعليميه والخطوات الفنيه واخداها، والخطوات والارتقاء والضرب والارسال ده كله، دي كلها بنقول عليها الخطوات الفنيه لاداء الضربه الصح. محاوله مره ثانيه من النادي الاهلي للدفاع عن الملعب ولكن في نقطه كده للنادي اصحاب الجياد، النقطه السادسه. 6-13، حائط صد اهو، ادي رقم 5 على الارسال من نادي اصحاب الجياد، بنصي عادل. استقبال من زينة، اعداد، ومحاولة دانية بتضرب زينة العالمي من خلف، واعداد مرة تانية من آية خالد، مريم ثروت، وادي زينة بتضرب ونقطة، نقطة في يعني نقطة جميلة جدا من زينة. 14 الأهلي، 6 أصحاب الجياد، أهي بص طالعة وضربة أسفل الحافة العليا للشبكة، لأن هي لعب كانت لعب خلف وما زالت لعب خلف، لأن هي بتلعب الإرسال دلوقتي. نهلة سامح على الإرسال أهي رقم 8، نهلة بتلعب الإرسال من أعلى، استقبال، إعداد، وحائط صد ثنائي وحائط صد قوي من مريم ثروت وآية خالد، وبيجيب النقطة 15. 15 الأهلي، أصحاب الجياد 6، أهو طالع الحائط الصد جميل الزوج في مركز 4، آية خالد ومريم ثروت، تلعب إرسال من أعلى نهلة، استقبال، آية خالد، وضرب خلفي كده من زينة العالمي، ومحاولة مرة تانية ولكن نقطة لأصحاب الجياد. النقطة السابعة، ما لحقتهاش زينة العالمي وتبقى نقطة على النادي الأهلي. إرسال من أعلى، استقبال من
رقم 3 مريم الصغير، وضربة ساحقة من زينة من مركز 4. وادي حائط الصد كده، التغطية صح على حائط الصد من مريم ثروت. مي غزال بتضرب خلفي مرة تانية اهو، طالع لحائط الصد ولكن خارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 16. طبعا تم الغاء وقت المستقطع الفني المباراة عند النقطة 16 والنقطة 8 حسب تعليمات الاتحاد الدولي لتسريع اللعب، او ادي في اعتراض كده من الكابتن حمدي الصافي على حد من اللاعبات، او اهي كابتن نهله سامح رايحه لريهام طلعت. كابتن حمدي الصافي في اعتراض، والنتيجه المفروض الارسال هيبقى مع النادي الاهلي. هم بيقولوا في خطا في الدوران في نادي اصحاب الجياب كده، قدرنا نوصل للخطا اهو. الحكم الثاني راح للحكم الاول وبتقول لها كابتن ياسمين هتروح تشوف السكور اهي، ورجعت عن الناحيه الثانيه. ارسال مع النادي الاهلي، راح بس نعدي بالراحه، المفروض تبقى 16. ادي ايه خالد تلعب ارسال رقم 16، ارسال من اعلى، استقبال وحش من نادي اصحاب الجياد، ودي نقطه للنادي الاهلي اهي. طالعه اهي خالد، اهي خالد على الارسال مره تانيه، كلاكيت تاني مره، اهي بتلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد، حاط صد للنادي الاهلي، وفي تغطيه على حاط صد من مي غزال، ومحاوله من لاعبات اصحاب الجيال لتقليل الفارق. مره تانية مريم ثروت، زينة العالمي بتضرب، وفي في دفاع عن الملعب من اصحاب الجيال. اعداد مره تانية النادي الاهلي، وبتلعب مريم ثروت كده بزراعها الايسر، وبتجيب نقطه كده، نقطه 17، بدل ما ترفع لا لعبتها على طول عشان ما تبقى لعبه كده تكتيكيه، وتبقى يعني مفاجاه. آية خالد على الإرسال رقم 16، آية على الإرسال، آية بتلعب إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال، وادي محاولة كده ضربة ساحقة من أصحاب الجياد، ونقطة لأصحاب الجياد النقطة 9. 9 أصحاب الجياد، 17 الأهلي، أهي إعداد خلفي، ضربة ساحقة بالذراع الأيسر وبتجيب النقطة رقم 9. رقم 17 من نادي جانا حسام من نادي اصحاب الجياب بتبقى خارج الملعب، والنقطه 18 الاهلي، 18 دبل سكور، 9 اصحاب الجياب. في تغيير لنادي اصحاب الجياب اهو، رقم 15 طلعت اللي هي مياده خليفه كابتن الفريق، ونزلت لاعبه ثانيه، نشوف هي مين. مريم ثروت على الارسال، استقبال نادي اصحاب الجياد، ودفاع عن الملعب من مريم الصغير ليبرو النادي الاهلي، وادي نقطه من مي غزال، والنقطه 19. 19 الاهلي، 9 اصحاب الجياد، وفارق 10 نقاط. مي اهي بتلعب وبتجيب نقطه كده، كان اللاعبه متاخره في الدفاع عن الملعب. وادي مريم ثروت لاعبه النادي الاهلي، ارسال من اعلى اهو، استقبال مرة تانية ومحاولة خطأ على نادي أصحاب الجياد، فور باس أو أربع كرات، والنقطة 20 للنادي الأهلي أهي. وعلى الإرسال مريم ثروت معد الفريق، مريم بتلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد، وضربة ساحقة
وحشه جدا من رقم 11 جانا سالم، والنقطه 21. الاهلي يتقدم 21-9، يعني فارق 11. اتناشر نقطة فارق لصالح النادي الاهلي. مريم ثروت لعبت في اول الشوط وجابت 9 نقاط ورا بعض، او هي كانت لعبت 9 ارسالات. وادي ضربة ساحقة من زينة العالمي وبتجيب النقطة 22، والارسال ما زال مستمر مع مريم ثروت. 22 للنادي الاهلي، الاهلي صاحب البطولات، فريق النادي الاهلي للكرة الطايرة صاحب الانجازات والبطولات، و38 دوري و35 كاس و8 افريقيا و8 بطولات عربيه. وطبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي حمدي الصافي، ياسر صلاح، احمد عبد الفتاح، ايهاب حسن، رانيا عبد العزيز، وليد عصمت، هدير الوحيد، من عادل، شريهان سامح، وطبعا لاعبات النادي الاهلي كل الشكر ليهم على مجهودهم. اهو 23 النادي الاهلي، 9 لنادي اصحاب الجياد، فازوا في كل المباريات الا مباراه واحده، كل المباريات 3-0 ما عدا مباراه واحده. وهم كده هيبقى الاهلي 33 نقطه ومتصدر مجموعته. مريم ثروت على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وادي محاوله مره ثانيه، ومريم الصغير اللي هي ليبرو الفريق رقم 3، وادي نقطة للنادي الاهلي، النقطة 24 ونقطة وينتهي هذا الشوط. وانتهى فعلا هذا الشوط 25-9 لصالح النادي الاهلي، والمباراة 3 لا شيء للنادي الاهلي. الشوط الاول 25-12، 27-25، الشوط الثالث 25-9. كل التوفيق والف مبروك لفريق الكرة الطايرة للسيدات بالنادي الاهلي. وفاز النهارده المباراة او في الاسبوع ال11، ويبقى كده الاهلي اصبح 33 نقطه متصدر الدوري. والف مبروك للاعبات النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وكل التوفيق لفرق الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. مع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.